هتكلم على موضوع اللي هو تقدم الفكين، سواء الاوفر بايت او الاندر بايت، او بيسموه برضو حاجه اسمها البارت ماوس او السو ماوس، تقدم سفلي او تقدم علوي في الفك. في حاجه مهمه جدا جدا لازم ناخد بالنا منها، انه في نوعين من التقدم الفكين، في نوع وراثي ونوع بيسموه ديفلوبمنتال، يعني ناتج عن شوية مشاكل في السنان. بالنسبة للنوع الوراثي نعرفه ازاي؟ انه المهر اول ما بيتولد بيبقى فيه تقدم في الفكين، ده اوتوماتيك، ده معروف خلاص، وده ده الحالة اللي لازم اغير البريدنج بروجرام بتاعي فيها. اما الحالة التانية انه لا، المهارة بتنزل طبيعية وبيبتدي يظهر عندها الفك التقدمي ده، وهنا دي ليها علاج زي البني ادمين بالظبط، اللي هو تقويم الاسنان. فلو عندك حاجه زي كده لازم تعمل تقويم للسنان بشكل دوري، هتلاقي الموضوع اختفى تماما ومبقاش فيه فكره التقدم الفكري. لو عايزين تعرفوا اكتر ان شاء الله طبعا.